على أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد، ويذهب لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تنضى ثواب عيشه رثاثا، فثوب الفخر منه جديد، وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت، والموت المريح وجود. وغير فقيد من يعيش بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. وليس له ناصر غير نيفين وسبعين، ليثا ما هناك مزيد. سطيت وأنا بيب الرماح كأنها أجام، وهم تحت الرماح أسود، وهم تحت الرماح أسود.
وما برحوا يوما عن الدين والهدى إلى أن تفانى جمعهم وأبيدوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هدية إلى روح شهداء كربلاء المستشهدين بين يدي الحسين سلام الله عليه، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا معهم ليلة الجمعة. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الحقائق الكونية في هذه الدنيا قد تشترك في جوانب وقد تختلف في جوانب، يعني يكون بينهما تساوي من جانب، أو كما يقال في علم المنطق المفاهيم المتواطية، مقابل الاختلاف في موارد المفاهيم المشككة. طيب، كمثال واضح، أي شخص الذي يحمل صفات الإنسان، يعني هل خلق اللي الله خالقها، دع عنك دينه ولونه وطوله وعرضه، هذا يقال له إنسان. من ناحية الإنسانية كل البشر أبناء آدم يشتركون، ماكو خلاف بينهم أنهم كلهم بشر، والله سبحانه وتعالى أكرم البشر، والإنسان بما هو إنسان له مقام كرامة خاصة. ولكن لابد أن في مسألة التفوق ومسألة المواهب بني آدم يختلفون، يعني أكو مفاهيم مشككة، أكو إنسان في أسفل سافلين وإنسان في أعلى عليين. ما يتمكن واحد ينكر فضائل ومناقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد البشر، وهو أفضل السفراء وأفضل الأنبياء المقربين. هذا النبي العظيم الله سبحانه وتعالى أعطانا إحنا أهل الأرض هدية في الواقع إن صح التعبير، ورسول الله كالشمس. الشاعر يقول: آل النبي، ليلة الجمعة لا بأس نذكر رسول الله، آل النبي نجوم في الورى زهر، محمد شمسهم والمرتضى قمر. مطهرون نقيات ثيابهم، تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا. الله. فرسول الله كالشمس، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هو السراج المنير. المشكلة ليست في فاعلية الفاعل، يعني الشمس تخرج تطلع على الكل، على البر والفاجر. أكو واحد نافذة بيته صغيرة يدخل من نافذة لمقدار قليل من النور، أكو واحد لا، بيته أصلا ما بيها نوافذ، بيته ساحة مفتوحة يدخل به نور أكثر. أكو واحد عنده أرض بر، كل البر من لحظة دخول طلوع الشمس إلى لحظة غروب الشمس يستفيد من نور الشمس. هذا مثال مادي واضح. رسول الله الذي الله سبحانه وتعالى أهدانا بوجوده الطاهر،
أكو ناس يتقربون إلى رسول الله، يا علي ما عرفني إلا الله وأنت. شخص مثل أمير المؤمنين عليه السلام كيف يعرف رسول الله؟ وشخص مثلنا إحنا الناس العاديين كيف يعرف رسول الله؟ هذا النبي العظيم الله سبحانه وتعالى يأمر، استدامة لبحثي في الليلة الماضية، الله سبحانه وتعالى يقول: فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يقيمون يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. من هذول الذين؟ هاي وجودات مشككة، أكو واحد كثير أكو واحد أقل. الذين يتبعون الرسول النبي، هذول الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب رسول الله الطيبون منهم. الآن الأخ قبلي قرأ القرآن، هاي الآية المباركة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، آخر سورة الفتح: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله والذين معه، دقق بعدين يقول: سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هاي خمسة أكو صفات عندهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. دققوا الآية، أنتم عرب، شنو معنى هاي الكلمة؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. مو كل أصحاب رسول الله أهل الجنة، لا، من تبعيضية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ما يقول وعدهم الله، لا، منهم، هاي من يعني بعضهم، الذي ظلوا على منوال رسول الله والذي ظلوا على منهاج رسول الله، هؤلاء وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، هذا من أهل الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشمس، هو السراج المنير، ومن تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله، لما يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي، هنا مسألة القيادة. البارحة بالليل كان عندي مثال، احنا بعد اتباع الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يقول رسول الله يحببكم الله. إذن القيادة الواضحة للبشرية إلى يوم القيامة هي قيادة رسول الله. والذين يتبعوه من أهل الجنة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي على اختلاف التفاسير، حسب الظاهر النبي ما شاف معلم ما شاف مدرس، لأنه علمه ذو القوى، الله سبحانه وتعالى علم رسوله، علمه جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن رسول الله ما شاف استاذ ما شاف معلم، من أمه إلى أن صار نبي ما شاف مدرس أو معلم في مدرسة أو أكاديمية أو عنده شهادة عالية، لا، شهادته من الله سبحانه وتعالى. معنى آخر: الأمي المنسوب إلى أم القرى، يعني إلى مكة، الرسول المكي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، التوراة الصحيحة الأصيلة مو المنحرفة، والإنجيل، الإنجيل الصحيح. هناك قال عيسى ابن مريم: سيأتي من بعد رسول اسمه أحمد، ولكن مع الأسف صار انحراف في كتاب الإنجيل والتوراة. أنا ما أريد أن أذكر في هذا المجال، ولكن كمثال أذكر إخواني، شوفوا في كتاب العهد، هذا اللي الآن موجود عند أعزائنا المسيحيين واليهود، هذا الكتاب العهد العتيق والعهد الجديد بكلمات ما تناسب عقل البشر، يعني ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا مثال يذكر في كتاب الإنجيل بأن نبي من أنبياء الله، من عظام أنبياء الله، أنا ما أجيب اسم احتراما لذلك النبي لأن بإهانة لهذا النبي في كتابهم،
يقول هذا النبي كان عنده 2 بنات بالنص، بناته بالليل سقوا أباهم خمرا، كتاب مقدس، هذا كتاب مقدس، سقوا أباهم خمرا، أبوهم شرب وشرب وشرب حتى صار سكران. في حال السكر والعياذ بالله اعتدى على ابنتيه، وكل بنية صارت حامل من أبوها. هذا الكلام ما يوالم العقل يا ناس، هذا الكلام لو واحد جاهلم يقول من يقبله، فكيف أن ينسب إلى رب الأولين والآخرين؟ فالقرآن يذكر أنه التوراة والإنجيل صار محرف لأجل أطماع الربيون الذي كان عندهم أربابا من دون الله، مصالحهم كانت، فاتهموا رسول الله واتهموا الأنبياء نعوذ بالله، واتهموا الأنبياء بشرب الخمر والزنا وإلى آخره. موجود عندهم في كتابهم في التوراة والإنجيل، أكو واحد من علماء المسيحيين هذا أعلن إسلامه وقضيته مفصلة باختصار، يقول أنا شفت في كتاب الإنجيل في السفر الفلاني مع تفصيل الألام وكلامي، يقول شفت أن عيسى بن مريم عليه السلام وعد بمجيء الفارقليط منه. هذا يقول رحت سألت من استادي بالكنيسة استاد شايب، قال تريد الواقع؟ الفارقليط هو محمد رسول الله، صلوا على محمد وآل محمد. ما نقدر نعلن للناس، الناس يتركون المسيحية ويجون للإسلام. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هنا الآن كلامي أريد أحصر في هاي القطعة من الآية المباركة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بمكارم الأخلاق، ما ترك فضيلة إلا وأمرنا بها، ولا رذيلة إلا ونهانا عنها. هذا النبي العظيم، هذا الدين النظيف الذي أتى به رسول الله، هذا الدين مع الأسف بيد حكام لمصالحهم الدنيوية غيروا مفاهيم الدين. أخذوا من حكام بني أمية إلى بني العباس إلى بني مروان إلى بني سلجوق إلى العثمانيين الذين كانوا في تركيا، هذول كلهم يدعون الخلافة الإسلامية، وصنعوا ما صنعوا من الفجائع. بس إشارة واحدة عندي الآن، ما عندي مجال هواية أشرح هاي الأمور. شوفوا إخواني، من أهم كتب التاريخ الذي إخواننا السنة يعتمدون عليه كتاب الكامل في التاريخ. الكامل في التاريخ يذكر بأنه أيام المنصور الدوانيقي عليه لعائن الله، هذا اللي الآن ربع بغداد باسمه، هذا خمار سفاك دم. كتبكم يا سنة تكون مو كتبي. المنصور عند قائد جيش اسمه خزام ابن خزيمة، خزام ابن خزيمة، هذا بأمر من المنصور أخذ أوامر تهجم على منطقة أفغانستان. في أفغانستان أكو مدن، مدينتين يذكرهم التاريخ، هرات ومدينة باد غيس. في مدينة هرات وباد غيس قتل 70,000 إنسان، هذا كتاب تاريخ. وبعدين أسر 14,000 إنسان، هذا غير اللي قتلهم، 14,000 رجال شاب، هذول أيادي عاملة بدل ما يستفيد من عدهم لتقدم البلاد الإسلامية. واحد واحد ذبحهم بالسيف، 14,000 إنسان، هذا مو إسلام. الإسلام اللي إحنا عرفنا، الإسلام اللي إحنا نعرضه للعالم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السنة كاتبين، الشيعة كاتبين، أن رسول الله مر في المدينة المنورة على إنسان ميت، رجال مقتول جثة، قال من الذي قتله؟ لا نعلم له قاتلا يا رسول الله، من يدري؟ السنة كاتبين، الشيعة كاتبين، قال لو
ان اهل السماوات، تسمعني شنو اقول له؟ لا، لو ان اهل السماوات والارض اشتركوا في اراقة دم بريء واحد، اهل السماوات والارض اشتركوا في اراقة دم انسان، مو مسلم ومؤمن، انسان بريء ما مسوي شيء، لكان حقا على الله ان يدخلهم جهنم. هذا الاسلام، الانسان له قيمة عند الله. فدينا بذكرتكم قضية الديات، اذا واحد صار سبب قطرة دم طلع من منطقة الرأس، من الوجه، من الرأس، راح ضرب واحد حجارة طلع دم من رأسه، واجب شرعي على الضارب ان يعطي للمضروب 6 دنانير ذهب. الان كل دينار ذهب قريب 300,000 دينار عراقي، شوية اكثر، يعني قريب 1,000,000 دينار لازم ينطي دية قطرة دم. عجيب، هلقى الإنسان له قيمة عند الله. من قتل نفسا بغير نفس، اقرأ القرآن. عود شلون المنصور الدوانيقي في مذبحة واحدة يقتل 70,000 مع 14,000، يعني 84,000 إنسان مسلم حتى لو مو مسلم، من المسؤول على هاي الدماء؟ ويجون أيادي ضلال يخلونك شوارع باسمه ومدارس باسمه ويجيبون اسمه رضي الله عنه. منو هذا؟ منو هذا؟ شنو هالعار على العراق؟ ما ادري ويا من لازم اتفاهم، ما ادري، يا برلمان يصير نتفاهم وياه. يا اخي خلوا شوارعكم باسم الشرفاء. العراق مليان بالعلماء، بالشخصيات، بالشرفاء، بالمؤمنين. شنو هالاسماء؟ خلينا ميدان الواثق، الخمار، القذر، شارع المنصور، شارع الرشيد، علوة الرشيد، معسكر الرشيد. من هو الرشيد؟ قاتل، قاتل، خمار، سفاك. كتبكم بتقول مو كتبي. عجيب، مع هذا نقدسهم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستاهلون، ما طول هاي عقليتكم تستاهلون لا يكون عندكم استقرار، لا يكون عندكم ثقافة. هذا العراق بلد الحضارات، أبو الأنبياء، أبو البشر، مدفون بالنجف الأشرف في ضريح علي بن أبي طالب، آدم عليه السلام. أبو البشر الثاني نوح عليه السلام مدفون في ضريح علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح، هاي النجف. أنبياء الله مدفونين في وادي السلام. هذا العراق أخذ من آدم، تعال إلى نوح. نوح عليه السلام كان من أهل الحلة، بابل، هاي حضارة بابل. مع الأسف العراق بلد الحضارات، ولكن منو يهتم بهالأمور؟ أهم تاريخ احنا عندنا من الناصرية، من أور، مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم أبو الأديان. لما أقول لك بلد الحضارات عندي كلام، قبل ما الأهرام تطلع وتبنى إبراهيم عليه السلام هنا نتشان. هاي الزقورة اللي تشوفوها، هاي الزقورة، روحوا شوفوها يا أهل العراق، هنا كان اللي إبراهيم عليه السلام الله يذكر بالقرآن صعد فوق الزقورة، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، مع التفصيل اللي جاي في سورة الأنعام. ولكن كلها ضايعة، ما حد ما يدري شنو تاريخنا، شنو تاريخنا. أحد أهم المدن بالعراق كان من أيام الرومانيين قبل الإسلام، مدينة اسمها نيفور. نيفور، شوفوا بالتاريخ، شوفوا بالإنترنت، شوفوا نيفور. وين هاي نيفور؟ هاي نيفور الان خرابة، اطراف الديوانية بدلوا اسمها الى نفر او نفر، بس نيفور صارت نفر. وين اجوا من بعد سقوط صدام عليه لعائن الله والاولين والاخرين؟ اجوا الامريكان طوقوا نيفور، حفروا وسرقوا من الحفريات، والى الان، الى الان بيدو هاي بلادنا. شو نسوي يعني يا اخي؟ مشكلة. بس انا اقول لتنويري الشباب، بلد الحضارات، هذا البلد الذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيار أصحاب رسول الله مدفونين بالعراق،
والله سبحانه وتعالى يقول هذا النبي العظيم، هذا النبي تعالوا اتبعوه، الذين يتبعون النبي الرسول الأمي الذي يجدونه موجود مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، رسول الله طريق تطريق المعروف، ابن رسول الله الإمام الحسين. الآن نحن كنا لابسين أسود، على من؟ على الإمام الحسين. قال الحسين سلام الله عليه: أحب من دنياكم ثلاث، أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله. هاي حب الحسين عليه السلام، هذا كان، هذا طريق الحسين عليه السلام. هاي المفاهيم التي ضاعت، قلت لك من بعد، حتى من بعد الإمام الحسين عليه السلام، بني أمية وبن العباس، وهذا خزيمة بن خازم، خازم بن خزيمة عليه لعائن الله من طرف الملك العباسي، قتل وسفك دماء أريقت وإلى الآن دماء تراق. بأي وجه شرعي هذول اللي يدعون أنهم أصحاب رسول الله في هذا الزمن أحرقوا إنسان حي؟ ما عدنا بالإسلام، ما عدنا. هذا أردني سني كان مو شيعي، ولكن أنا دا أتكلم عن، أدافع عن الحق. شاب توقفوه وتحرقوه حي ليش؟ سووا مقابلة ويا واحد من كبارهم، قال نعم هكذا علمنا سيدنا، هو يقول أبو بكر. أبو بكر شو مسوي؟ أبو بكر أحرق إنسانا حيا بعد رسول الله، اسمه فجاء. صحيح البخاري يذكر، صحيح مسلم يذكر، كتبهم المهمة، أن أبا بكر وقت الموت كان يتحسر، قال أتحسر يا ليتني لم أحرق فجاء، لأن هذا سوى خط عمي إلى الآن. اثنين جنود أتراك هم كانوا سنة من إخوان، أفلاهم موجودة ما شايفين دول، قضية مفصلة. أنا بس ثواني أريد أعبر. سيد حيدر الحلي عنده قصيدة يخاطب الإمام الحج عليه السلام: الله يا حام الشريعة أتقر إلى أن يقول ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة، فانهض فما هذا القعود، إلى أن يقول كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، إلى أن يقول واطلب به بدم الشهيد بكربلاء في خير الشيعة. ثم وصل إلى هذا الشعر مالها، يقول واقتل، نعم، كل رض على كل كل رضيعة من من آل حرب أو رضيعة، حتى الرضع اقتلهم. يخاطب الإمام الحجة، الإمام عليه السلام إجا، الإمام المهدي، قال سيد حيدر هذا البيت شيله، لأن إحنا ما عندنا مشكلة ويا الأبرياء، الرضيع والرضيعة ما مسوين شيء، ليش نقتلهم؟ ليش نقتلهم؟ الظالم يقتل، ابن الظالم رضيع، حتى لو مو رضيع رجال كبير، بس أبوه ظالم، هو شنو ذنبه؟ ما نقتله، شيل هذا البيت، وشال هذا البيت حذفه. الأمر بالمعروف الذي أهل البيت عليهم السلام علمونه. الآن أيضا أذكر قضية لطيفة، الله يرحم المرحوم العلامة المجلسي، العلامة المجلسي من عظام علماء الشيعة، و أيامه كان يعرف بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني المرجع الديني الأعلى اليوم باصطلاحنا، عالم بحر من العلم. يوم عاشوراء شافوا العلام الحلي، أكو عزاء، الآن بعد ماكو هاي المهنة، الكاسر حبيب الله قديما كان أكو مهنة، رجل يقولوا له حمال، مع احترامي لكل الناس، هذا مو تنقيصا منه،
كان اكو فد شيء مثل الجلال احنا نقوله بالعراقي، يخلي على ظهره ويخلي القواني يخلي شيء ثقيل على الجلال ما لو ياخذ اجره، رجال ضعيف شغله متواضع. فكان اكو عزاء قديما، كان اكو عزاء السقائين، عزاء الحمالين، هذول حمالين عندهم عزل بيدهم علوم طالعين حسينا وحسينا. شافوا العلامة المجلسي على جلالة قدره في عزاء الحمالين. واحد من الشخصيات قال شيخنا العزيز انت المرجع الاعلى جابك عزاء الحمالين. قال السنة الماضية نزلوا عزاء الحمالين كان بيهم واحد احدب، يعني عنده حدب على ظهره احدب، هذا بالشكل كان يلطم منظره كان يضحك. أنا بدون اختيار مو متعمد ضحكت. نفس اللي لجأني رسول الله في عالم الرؤيا قال شيخ باقر ليش استهزئت بهذا الأحدب؟ قلت سيدي يا رسول الله مو قاصد منظره كان قال إذا كنت قاصد لخسرت الدنيا والآخرة. تقصد واحد تستهزئ به؟ حد أحدب الله خالق الشكل. والآن رسول الله أمر ها قال الآن هالسنة تجي تروح تشارك عزاء الحمالين حتى شوية، أنا أقول حتى شوية تتعلم التواضع. منو أنت منو أنا؟ عزاء الحسين الاحترام، أهل العزاء على الحسين خلي يقول أحدب، خلي يكون أعرج، خلي يكون أين يا عمي اللي جاي إلى مجلس الحسين عليه السلام؟ هذا إلى مقام عند الله سبحانه وتعالى. إلى هالدرج رسول الله يأمر بالمعروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. تفضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طوال حياته ولكن بشكل لطيف كان يأمر الناس بالمعروف ينهاهم عن المنكر. مثلا يقول من نظر إلى مؤمن فأخافه، شاف لفت نظرة غزر عين بعين خوفه الله سبحانه وتعالى، أخافه يوم القيامة رب العالمين بالنار، بس تخويف. رواية ثانية عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن جده رسول الله، من أخاف مؤمنا بس خوفها ما شال إيده ما ضربه بس خوفه، من أخاف مؤمنا على أن يصيبه بمكروه، قال له أنا ابن عشيرة عشيرتي، ابن عمي مدير الشرطة، ابن خالتي رئيس الأمن، إيه كذا كذا كذا، بس خوفه. من أخاف مؤمنا على أن يصيبه بمكروه ولم يصب، ما بس لسان، حشره الله يوم القيامة مع فرعون وآل فرعون في النار. رسول الله هالشكل ينهى عن المنكر، هالشكل يأمر بالمعروف. وصعد المنبر يوم من الأيام ودموع بعينه، احنا العراقيين نقول الرجال ما يبكي إلا أن توصل السكينة للعظم، ورسول الله سيد الأولين والآخرين سيد الرجال والنساء، ليش يمشي النبي؟ شنو ده يشوف؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يجي يوم من الأيام يأتي زمان على أمتي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قام سلمان الفارسي المحمدي يا رسول الله أو يكون ذلك معقول؟ يجي يوم الناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ قال وأكثر من ذلك، يأتي زمان على أمتي، لا إله إلا الله، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال أو يكون ذلك؟ قال بل أكثر، يأتي زمان على أمتي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال أو يكون المرحلة الثالثة؟ قال نعم، يأتي زمان على أمتي يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. يجي يوم من الأيام الناس يشوفون المعروف منكر، إذا بنية بالجامعة محجبة يضحكون عليها، إذا ولد متدين يضحكون عليه،
اذا واحد يريد يكون شوي متقيد يرون المعروف منكرا والمنكر معروف، اصلا النظام يتغير. شي يصير ذاك الوقت يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، يتركون النتيجة. الإمام الرضا عليه السلام يبين، قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا سلام الله عليه، قال فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يصيرون الرؤساء والوزراء والأمراء بيكم ناس لا لهم فصل، لا لهم، لا تعرفوهم، هذول الله يسلطهم عليكم. أنا ما أقول، الإمام رضا عليه السلام، فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شراركم. الله يسلط عليكم اللعين مثل صدام، كل ما هم تدعون لا يستجاب لكم، لا يستجاب لكم. هذا اللي القرآن يذكر فيه صفات رسول الله، أول صفة يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآن تعالوا شوفوا، رسول الله عنده أوامر، يقول لا دين لمن لا عهد له. بينكم وبين الله يا عرب يا أهل العراق، شو واحد من عندنا يعمل بعهده؟ يعني يخليك وياك بعوعد، يقول لك باكر الصبح مثلا أنا سيارتي مختربة أخليها واحد يصلحها، يقول باكر الصبح ساعة 8 سيارتك حاضر، الله وكيلك تروح مو حاضر. الرسول يقول هذا دين ما عنده. خياط انطاني موعد، قال يوم الخميس دشداشتك حاضرة، قاطك حاضر، تروح ما هو. يجي كهربائي يقول الثلاجة خربانة، يجي يشوف يقول إن شاء الله أنا أود الثلاجة بعد يوميا، يومين يصير أسبوعيا. لا دين لمن لا عهد له، عهد يخلي دين ماكو. هذا تشتري طيارة تذكر تروح بالمطار، يقولوا لك الطيارة بها تأخير، ليش؟ ليش دين ما عندكم؟ هي مو واحدة واثنين، احنا عايشين في مجتمع نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، لا دين لمن لا عهد له. روايات متعددة عندنا من الأئمة عليهم السلام وحتى من رسول الله. خلي أبين لكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت الآية المباركة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنقص مكان، ألعن مكان ودون المنافقين. زين يا رسول الله بينهم. النبي قال علامات المنافق ثلاث، أحد لا يزعل من عندي كلام رسول الله، أنا دا أذكر، راجع نفسك، راجع نفسي، إذا بي هاي العلامات أصلح نفسي هذيلا، إذا ما بيك رحم الله والديك إن شاء الله، الله يزيد بخيركم. علامات المنافق ثلاث، أولا من إذا وعد أخلف، يخلي موعد يخلف الوعد، يخلي موعد يخلف الوعد، واحدة اثنين عشرة عشرين، كلكم عايشين بهذا المجتمع شوفون، من إذا وعد أخلف، من إذا تكلم كذب، يحكي كذب مو واقع، يحلف كذب، تروح بالسوق يقول لك هذا أنا مشتري بدينار أبيع دينار وربع، وبعدين يطلع كذب وما مشتري بدينار، كذب بكذب بكذب. من إذا حدث كذب، من إذا وعد أخلف. الثالث لا إله إلا الله، يقول رسول الله سيد الأولين والآخرين، هذا أمر بالمعروف، يقول من إذا اؤتمن خان، اللي يخون الأمانة. رسول الله يقول من كان مديون، إذا واحد مديون يقدر يدفع وما يدفع، شوف أكو ناس مديونين ما يدفع حق الناس، مو ما عنده، يسافر يروح لتركيا عنده، يروح لإيران عنده، يتونس عنده، ولكن تقول له حق الناس والله ما عندي السوق تعبان، انت حق الناس اول بعدين روح لتركيا. من اذا ائتمن خان، خائن بالامانة، خائن الامانة. خلي اقرأ لكم هاي الرواية، واحد من اصحاب الحسين عليه السلام اسمه عبيد، يقول الامام الحسين يوم عاشوراء قبل الحرب
اسمعوا يا شباب، الامام الحسين قبل ما يصير المقابلة ويا الاعداء قال يا عبيد نادي من كان عليه دين لا يقاتل بين يدي. اخاف واحد بيكون مديون عجيب. ولما يا ابا عبد الله؟ قال لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا حان يوم القيامة المديون يجيبوه هذا اللي عليه دين فيقتص من حسناته، هذا ما له قابل يصير شهيد بين يدي الحسين. المديون يقدر، تارة قلت لك واحد ما يقدر، اي المفلس في امان الله، بس الذي يتمكن ان يقضي دين الناس. عندك سيارة تسوى 3 دفاتر، ممكن تشتري سيارة يسوى دفتر دفترين، انت حق الناس اللي يطلبوك اللي هاي مشكلة. من اذا وعد خان، من اذا ائتمن خان. بعدين ارجو ان شاء الله احد لا يزعل من كلامي، انا ضيفكم ايام واروح، ولكن كلمات رسول الله لازم اوصلها لكم اعزائي. نص كلام رسول الله، النساء أمانة الله بيد الرجال. رسول الله يقول أمانتي، هاي زوجتك ماكو. النبي يقول هاي بنتي، أنا وعلي أبوى هذه الأمة، هاي بنتي البنية أمانة بيدك يا رجال، لا تخون الأمانة لا تضربها. كم رواية أقرأكم عن رسول الله، مع الأسف في بعض البيوت يشيل إيده يضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مد يده إلى زوجته ليلطمها أمر الله خازن النيران يوم القيامة المالك، يقول يا مالك إلطمه 70 لطمة من النار على خدك، لك حق تضرب مرتك. من مد يده، كلمات رسول الله، من مد يده على شعر امرأة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مرة ضعيفة يأخذها من شعرها، ابني ضعيفة يأخذها من شعرها، سمر الله يديه يوم القيامة، كل شعر تصير بسمار من النار بإيده. يصح زين عمي، احنا كلنا عندنا بنات نحب بناتنا، انت ما تحب بنتك؟ تحبها. انت تعبان على ابنية ومزوجها من رجال يضربها؟ لا مو ترضى، ما ترضى، ماكو واحد يرضى نسيبه يضرب بنته. اذا انت لا تضرب بنت الناس، انت محترم بنت الناس. هاي روايات عجيبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف، هاي كلها معروف، وينهى عن المنكر. لا يكون بيكم خيانة بالأمانة، بنات الناس أمانة بيكم يا شباب. ما تقدر لا تتزوج، تقدر تحفظ عرض الناس، تقدر تحفظ زوجتك، أهلا وسهلا. إذا تشوف نفسك مو عادل ما تقدر عمي لا تتزوج، ما تسوى كم يوم وتدخل جهنم. هاي أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صعد المنبر وقال 3 يدخلون النار بغير حساب. أكو 3 يدخلون الجنة بغير حساب، إن شاء الله أنتم منهم. أولا الحمادون، هذول الذي كل ما عنده يقول الحمد لله رب العالمين، هذا رأسا من قبره إلى الجنة. ثانيا العافون عن الناس، هذا الذي يعفي عن الآخرين، مو بس يعفي إذا ضربوا سب، لا أطلب فلوس ما عنده، أدري ما عنده ضعيف، أقول لعمي عليك بالعافية روح مبري الذنب. هذول هذول العافون عن الناس. ثالثا من يخدم والديه، هنيا للي يخدم امه وابوه، هنيا للام وابوه راضين عنه من سويداء قلبهم. بالمقابل 3 يدخلون النار بغير حساب، هذول منه؟ اولا لا اله المشرك بالله، المشرك بالله يعني الصنمي، ايه هذا منهم. بعد بعضنا احنا مشركين، احنا مشركين، يعني لما ما عنده ثقة بالله، الله سبحانه وتعالى يقول زوج بنتك اذا حصلت شاب متدين، من اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. زين اذا فقير، الله يقول مو انا، يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، اني انطيهم. بعضنا ما نصدق كلام الله. اما اذا اجى ابن زنقين عرق يشرب
دين ما عنده، صلاه ما يصلي، سيدة تعالى اعقدها. اقول له هذا صلاه ما يصلي، ان شاء الله ان شاء الله يصير خوش ولد، ان شاء الله يصير، ان شاء الله يترك الخمر. هنا تقول ان شاء الله، هناك ما تقول ان شاء الله يصير ثري. الله يقول ان يكونوا فقراء انا اعطيكم وعد يغنيهم الله من فضله. زين، المشرك بالله. ثانيا، عاق الوالدين. عاق الوالدين يعني يضرب، هذا اللي يضرب امه وابوه في قعر جهنم. روايات عندنا من الامام الهادي سلام الله، اللي يشيل ايده على امه وابوه ما يعيش اكثر من 6 اشهر، واذا هم راح الى جهنم الى الدرك الاسفل. عاق الوالدين، نعوذ بالله، نستجير بالله. الامام الصادق يقول من نظر الى وجه والديه بغضب فقد عقهما. شايف بعض الناس امه تقول ماما روح اشتري خبز، هيك ينظر اليها في النظره يعني زعلان، هذا عاق، هذا عاق. ابوه يطلب من عنده في الطلب ينظر الى والده في النظره مو زينه، عاق. رسول الله يقول المشرك بالله من قبر الى جهنم، ينهاهم عن المنكر. عاق الوالدين، اثنين، ثلاثة يدخلون النار بغير حساب. الثالث منه من قابل الاحسان بالاساءة، هذا هم يدخل في جهنم بغير حساب، من قبره يودون الى جهنم. هذا منه. شايفين بعض الناس يجي يصير كفيل عنك، انت تقضي شغلتك بعدين يقول لك عمي انا كفلتك، ردت لا تكفلني، منو قال لك تكفلني؟ ايا ظالم، ايا ظالم. يريد ضامن يطوق قرض يقولون اذا فلان ضمنك الضمنه، الان ما يجي يدفع القسط ماله، عمي انا ابتليت ضمنتك ردت لا تضمني، ليش ضمنتني؟ هذا يدخل جهنم بغير حساب، بغير حساب، راسا الى نار جهنم. قابل الاحسان بالاساءة، هذول اهل جهنم. هل ليلة يعني ليلة 6 محرم ليلة اصحاب الحسين سلام الله عليه، واحب شوية اذكر من جوانب من اصحاب الحسين سلام الله عليه مجمعين. في كربلاء كان عندنا 2 شباب معاريس، واحد اسمه نافع ابن هلال الجملي رضوان الله تعالى عليه، هذا العظيم العظيم، كاتبين في صفاته كان شابا جميلا حلو جميل الوجه، وتو خاطب بنيه، خطيبته وياه بكربلاء، هو وخطيبته جايين الى كربلاء، خطيبته خلاها ويا بنات رسول الله بخيام النسوان. نافع ابن هلال رضوان الله عليه طبعا عنده مواقف، منها هذا الموقف. موقف ليلة عاشوراء، الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء أمر جماعة 30 راكب 20 راجل، يعني 30 على فرس و20 على رجلهم يمشون، شالوا وياهم القرب لكي يملؤوها بالماء من شدة عطش الأطفال والنساء. شوفوا احنا الآن احنا بشهر تموز اخواني، شوي الكهرباء يروح تعطش، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يزيد عليكم الخيرات والبركات. يشرب واحد المي، الطفل والمرأة خصوصا المرضعات هاي اذا جف اللبن في صدرها، اذا ما عنكو سوائل يجف اللبن كما صار مع الرضيع سلام الله عليه. الامام الحسين امرهم هذول 20 بطل منهم نافع، نافع ويا العباس مع زهير بن القين، مجموعة هذول كانوا ابطال اشاوس، راحوا الى نهر المشرعة. حصيب النبيل عليه لعائن الله كان من طرف عمر بن سعد، في رواية بس جماعة حصين كانوا 500، هم مجموعة كانوا اكثر الذي موكلين على نهر الفرات، قطرة مي ليوصل الى خيام الحسين. هي هاي القضية تكفي ان تعرف مظلومية الحسين وظلم بني أمية لعنة الله عليهم في تاريخ البشر، قطع الماء. فاجا نافع بن هلال ويا أبو الفضل العباس، الحصيب النمير صاح من الرجل؟ أنا نافع بن هلال الجملي، جينا لنحو. قال اشرب هنيئا مريئا ولا تحمل قطرة لخيام الحسين. قال أنا جاي حتى أحمل الماء لخيام الحسين. 20 نفر من هذول الأبطال، منهم العباس منهم نافع، حاربوا جماعة الحصيب النمير، البقية ملؤوا القرب بالماء. القرب ليلة عاشوراء وصلت إلى خيمة الحسين،
وهذولهم جابوا القرب الماء البارد جابوها بالخيمة. المشكلة الأطفال من شدة العطش فتحوا القرب، الماء أريق على الأرض، كان ماء مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذول الأطفال من شدة العطش كان يضعون خدودهم على الرمال الرطبة من شدة العطش، قصدي على نافع. نافع ويا زوجته خطيبته وصلوا إلى كربلاء. نافع يريد يروح يقاتل دون الطيبين، زوجته تمسك بثيابه، قلت نافع إلى من تكلني؟ أنا توني بعلي عروسة ما صايرة، بخطبتك أنا الآن، بعقدك خطيبتك. الإمام الحسين عليه السلام قال يا نافع اذهب مع زوجتك وأعطها رغبتها، ما يراني شلت الذم. قال سيدي أبو عبد الله اتركك غريبا في كربلاء؟ لا والله أقدم روحي بين يديك يا أبو عبد الله، هذول أبطال. الثاني العريس الثاني، شباب اسمعوني، أكو ولد اسمه وهب ابن عبد الله، هو اسمه اللي بالتاريخ كاتبين، هو ما كان اسمه وهب، هو ابن وهب. على كل هذا مسيحي توه متزوج، زوجته اسمها هانية 17 سنة عمرها، أم المقدسة اسمها قمر، مسيحيين من أهل الموصل أطراف الموصل، متزوجين صار للسبع أيام معرس مع زوجته هانية. نزل إلى شهر العسل، جايين إلى شاطئ الفرات، جايين إلى شاطئ الفرات ما عندهم خبر شيء. أول محرم يعني سبع أيام بعد عرسهم، أول محرم وصلوا إلى كربلاء. وهب خيم الخيمة بس بعيدين عن نهر الفرات. تدرون إخواني نهر الفرات هو هذا النهر الذي يمشي إلى من المسيب، كان عنده فرع يجي إلى قريب من حرم العباس. أنا الله شرفني نزلت بالسرداب في حرم العباس، بعد هذا المي موجودها مي العلقمي الآن بعد موجود يجري حول قبر العباس سلام الله عليه. فهذا المي مي حلو جدا لذيذ، وممكن إذا شايفين بعض المؤمنين يجيبون من هذا المي الذي يقولون المي من طرف قبر العباس للبركة. وهب قال لهم أنتوا قعدوا أنا أروح أجيب لكم مي، ما حد معكم بالصحراء. خيم الخيمة، شال ويا القرب، هو بطل ضرغام عمره 25 سنة. وهب جاء تقدم إلى المشرعة، هو راح وصل الحسين سلام الله عليه. هذول أسماءهم كانت مكتوبة من الأزل أصحاب الحسين، مو كل واحد يتمكن يحصل هذا الشرف. الإمام الحسين وصل باب الخيمة ويا الرمح ماله، مهيب جميل سلام الله عليك يا أبا عبد الله. صاح أين أبوكم؟ إحنا بالعراقي العراقيين النسوان لما الرجال ماكو بالبيت يقولون أبونا، هسه حتى مرة إذا زوجة ما تقول زوجي تقول أبونا. أين أبوكم؟ من رجالكم؟ قمر حجت أم وهب قالت ذهب ليأتينا بالماء. الإمام الحسين عليه السلام بيد الرمح، ضرب الرمح بالأرض، نبع الماء كعنق البعير، مي حلو عذب ينبع من الأرض. هي المرأة واقفة محتارة، ايش دا يسوي هذا الرجال، منو هذا؟ ثم قال لها إذا رجع أبوكم قولوا له جاءك الحسين ابن علي، حتى يفهمها. وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله، جاء لأمر يهمه، خلي يجينا أبوكم. المرأة محتارة، مي دا ينبع شربه من المي حلو، الحسين راح وهب وصل شاف، هو رايح جايب القربة على الشافة، المي ثقيل ومتعني الطريق، شاف قدامه مي حلو، سأل ها ماما شنو الموضوع؟ قالت جاءنا رجل مهيب عظيم وسأل عنك، وقلنا له بأن أبانا ذهب إلى المشرعة
فضرب برمحه نبع الماء، رمى القربة وركض. وين خيام الحسين الآن؟ نفس منطقة المخيم اللي تشوفون هناك. جاء دخل عند الحسين، سلم على الإمام لحظات ما أدري إيش صار حقيقة. خرج وهب، كسر الصليب وجاء إلى أمه وقال: أمه، أما أنا فقد صرت حسينية. ها احنا بالعراق نقول حسيناوي. أما أنا فقد صرت حسينية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن قوموا أوصلكم. شال خيمتهم وألحقهما بخيام بنات رسول الله، هنيئا لهم. طيب زوجتها هانية صارت مسلمة، صارت مؤمنة. وهب كان عمره 25 سنة ولكن مفتود العضلات، بطل عظيم كان. يوم عاشوراء في رواية قتل 24 نفر من الأعداء، في رواية قتل 48 نفر من الأعداء. المهم دخل المعركة، اجى أول مرة قتل كم واحد من عندهم، رجع قال: أمه أرضيتك؟ قالت: لا لا، ما أرضى عنك إلا أن تقتل بين يدي ابن رسول الله. هسه هذول صار لكم 10 أيام مسلمين، يعني مجموعة القضية من يوم عرسه إلى يوم شهادته 17 يوم. أول محرم أسلم، 10 محرم استشهد. المرة الثانية لما أجي يطلع وهب، هانية زوجته العروسة أخذت ثوبه، قالت: يا وهب لا تفجعني بنفسك، لا ترملني، لتروح ثاني أصغر أرملة شوية. أخذ زوجته عروسة توهم متزوجين، وإذا بأمه قالت: يا وهب أفلت يدك ثوبك من يدها وانصر ابن رسول الله. فلت ثوبه راح: إن تنكروني فأنا ابن الكلبي، سوف تروني وترون ضربي. حارب قتال الأبطال، قطعوا يمينه، أخذ السيف بشماله، قطعوا شماله. الآن إيديا ما عند دماء تنزف. في هاي الأثناء وصلت زوجته هانية بيدها عمود الخيمة، قالت: يا وهب قاتل دون الطيبين من أبناء رسول الله. اتعجب وهب، نظر خلفه وشاف هانية، قال لها: الآن كنت تمنعيني وأراك تشجعيني. بكت وقالت: يا وهب لا تلمني، فإن صوت واعية الحسين قد طعن يا قلبي على الدنيا العفايا، بعد الحسين وبعدك لا أريد الدنيا. صاح وهب: سيدي أبا عبد الله ارجعها الى الخيمة. صاح الحسين: ارجع يا مت الله، ليس على النساء جهادة. قالت: لا والله الا ان التحق بك، ما عندي يدين باسناني، غيور غيور، هذا العراقي مسيحي بس غيور. اخذت ثوب زوجته باسنانه ليسحبها، ولكنها جلست عند رأسه، مسحت الدم والتراب. كان للشمر ابن ذي الجوشن عبد يسمى رستم، رستم جاء وضربها بالعمود على رأسها، وقعت ميتة شهيدة. هي المرأة الوحيدة في كربلاء التي استشهدت بين يدي الحسين سلام الله عليه. هذا مواقف للنساء المؤمنات في كربلاء. زين، الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء خطب خطبة مفصلة، وصل إلى هاي الكلمات، قال: ألا ومن كان في رحله امرأة فليلحقها بنساء بني أسد. قام واحد منهم، علي ابن مظاهر الأسدي، أخو حبيب، قال: سيدي أبا عبد الله، ولم ليش نودي نسوان بني أسد؟ قال: لأني مقتول وأنتم مقتولون وأسرتي سلام الله عليك يا أبا عبد الله، شوف التواضع الحسيني، وأسرتي تسبى وأخاف على نسائكم من السبي، ما أحب نسوانكم، أنا خلي زوجتي أغلي إن شاء الله أن يراهن سبايا. ولكن علي ابن مظاهر
رجع الى خيمة زوجته. زوجته كانت تسمع صوت الحسين عرفت. رجع علي بن مظهر قال لها امت الله قومي لألحقك ببني اسد. قالت ولم يا علي؟ قال لان الحسين عليه السلام قال سوف نقتل وتسبى نساؤه ويخاف عليكن من السبع. عفية مره قامت ونطحت رأسها بعمود الخيل. اتطبرت خلينا نقول سالت الدماء من قناعها. قالت ما انصفتني يا ابن مظاهر، ايسرك ان تسبى بنات رسول الله وانا امن من السم؟ انتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء سلام الله عليهم اجمعين. هذا الثاني. اكو بعد بطل اسمه الحر ابن يزيد الرياحي. الحر ابن يزيد الرياح اليربوع التميمي، مفخرة بني تميم، مفخرة بني تميم. هذا الرجل العظيم مع أخوه مصعب ابن يزيد الرياح، مع ابن علي على رواية، على رواية بكير ابنه. اجى الحر ابن يزيد الرياحي قائد جيش قوامه 1000 نفر، مو إنسان عادي، كان مفتول العضلات، بطل عظيم. وعنده صديق اسمه مهاجر بن أوس. مهاجر بن أوس يقول شفت ده يرجف، ما إلى سابقة. قلت له يا حر والله لو سألوني في الكوفة من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، أنت البطل، أشوفك لا ترجف. قال يا مهاجر أرى نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. يقول بعد ما شافني إلي ضرب على بط فرسه، اتقدم نحو الحسين سلام الله عليه ويا أخو مصعب ويا ابن علي. علي الشاب عمره 20 سنة. الإمام الحسين عليه السلام الرواية تقول فوقع يقبل التراب بين يدي الحسين، هذا الولد البطل. ثم قال له الحر اذهب ولدي بنفسي أنت، أريد أن أرى جهادك أعداء الله. تقدم صار شهيد، أخوه صار شهيد. اجى الحر وقف بين يدي الحسين سلام الله عليه، قال سيدي أبا عبد الله أريد أن أكون أنا الذي منعتك، الآن أريد أن أكون أول شهيدا بين يديك. طبعا بعد الحملة الأولى والثانية، بعد الحملة العامة لما صار الأفراد، الحر سلام الله عليه برز. عمر بن سعد بعث رجل اسمه يزيد ابن سفيان من شر خلق الله، قال له روح انصح الحر، قل له لا تترك امام زمانك يزيد، سود الله وجوهه لعنة الله عليه، لا تترك امام زمانك يزيد ولا تبايع. قال كلمة غير شريفة للحسين سلام الله عليه. يزيد بن سفيان تقدم إلى الحر، الحر ما انطى مجال، حمل السيف وضربه ضربة قاضية قده نصفين. عمر بن سعد كان عنده واحد هذا هواية حاسب الحساب اسمه صفوان بن حنظلة. صفوان بن حنظلة كان أيضا من أبطال الشام، وياه 3 أخوته هم أيضا أبطال مددجين بالسلاح، حملوا على الحر. طبعا الحر سلام الله عليه بعد هذا المقطع بعد ما حصل لا ماء لا طعام، والإنسان لمن يحارب وحر يعطش. فتقدم إليه صفوان. صفوان إجا قال للحر يا حر أنصحك لله لا تترك إمام زمانك يزيد وتبايع الحسين. إخواني أعزائي ترى هاي أنا وأنتهم في امتحان يوميا، لا تترك الحسين، لا تخلي الحسين غريب، لا تبايعوا يزيد. مو يزيد الآن موجود، هو يعدنا يزيد، ديروا بالكم يا شباب. الله أكبر. صفوان تقدم عند رمح، ضرب الحر بالرمح، بسالة الحر هنا تبين. لما ضرب الحر أخذ رأس الرمح، أخذ رأس الرمح، رأس الرمح بإيد الحر وقبضة الرمح بإيد صفوان، سحبه سحبة، هذا صار هو والرمح ما انقطع من الفرس، وضربه على الأرض كسر عظامه سلام الله عليه، راح إلى جهنم وبئس المصير. إخوان حملوا على الحر، 2 من إخوان انقتلوا، الثالث هجم عليه الحر فر. هنا عمر بن سعد قال احتوشوه من كل جانب، أمر
نعم الحصين بالنمير مع 500 قال احتوشوا الحر، احتوشوه بالسهام شابي بالسهام عليه، والحر سلام الله عليه يقاتل: اني انا الحر ومأوى الضيف اضربكم ولا اخاف من أخا ولا اخشى من حيفي ولا ارى من حيفي. ضربهم وقاتلهم من كل طرف سهام، وقع على الارض مضرج بالدماء. هنا انا بعد شوي انهي الحديث، كلام طال شويه، ولكن هذول اصحاب كربلاء، هذول اصحاب الحسين، واحد اعظم من الثاني حقيقه. الحر سلام الله عليه سقط على الارض، صاح: سيدي ابا عبد الله عليك من السلام. يريد يشوف توبه انقبلت لو لا. الامام الحسين قال له: ان تبت، هذا لكم يقولها يا شباب، ان تبت تاب الله عليك. اذا بينك وبين الله الليله صممت تصير من اصحاب الحسين، والله تصير يكتبون اسمك. صمموا يا شباب هالليله تتركون الشيطان. ان شاء الله كلكم من اهل الرحمن، ان شاء الله كلكم خدام الحسين عليه السلام، بس مو هالليله، اريدك الى اخر العمر تبقى مع الحسين، معكم لا مع غيركم، هذا المطلوب. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه لما صاح الحر: سيدي ابا عبد الله، هذا عليك من السلام بالعربيه يعني وداع، اذا قال سلام عليكم يعني نازل عندك، بس لما يطلع يقول عليك من السلام، احنا بالعراق نقول مع السلامه، يعني يودعك. الامام الحسين عليه السلام لما سمع جاء الى الحر كالصقر المنقض، من يقدر يقابل الحسين؟ فروا من بين يديه، جلس عند الحر: سلام الله عليك يا ابا عبد الله. الامام عليه السلام شاف دماء تسيل من راس الحر، كان ماخذ ضربه قاضيه. الوحيد الذي حصل على هذا الشرف هو الحر. الحسين اخرج منديلا من جيبه وشد جرح الحر، الدم وقف، النزف وقف. الامام الحسين عليه السلام قال له: انت الحر في الدنيا والاخره، انت الحر كما سمتك امك. الحر سلام الله عليه بين يدي الحسين استشهد، هو الوحيد من شهداء كربلاء الذي لم يقطع راسه. ليش؟ عند عشيره بني تميم بني رياح يوم 11 محرم، لان يوم العاشر قطعوا راس الحسين بن العباس وداهم الخولي عليه لعائن الله الى الكوفه. باقي الاجساد ظلت ليله 11 محرم الى صبح 11. عمر بن سعد امر قال: ادفنوا قتلانا ودعوا قتل الحسين واصحاب الحسين في العراء تحت اشعه الشمس، واقطعوا رؤوسهم واحملوها على الرماح. اجوا على هاي الاجساد الطاهره واحد يقطعون الرؤوس ويحملوها على الرماح. طبعا هنا صارت فاجعة مصيبة، لان اكو مصائب سيدتي وولاتي زينب سلام الله عليها اكثر مصيبتها هي تذكر عن الحسين. تدرون اثنين من الشهداء كانوا اولاد زينب، يعني اولادها، امام عيني امهما قطعوا رأسيهما ورفعوهما على الرمح. السيدة زينب ام، ولكن مصيبة الحسين اعظم. قطعوا رأس القاسم أمام عين أمه، قطعوا رأس الأكبر أمام عين أمه، وهكذا رؤوس الشهداء رفعوهم على الرماح. اجوا إلى جسد الحر، لما اجوا إلى جسد الحر هنا العصبية والغيرة شالتهم. بن رياح قالوا: والله هذا شيخ عشيرتنا، صحيح الآن صار فيه نعم ركاب الحسين، ولكن إذا قطعتم رأسه سوف نحاربكم. عمر بن سعد قال: احتراما لعشيرته خلوا جسد الحر راس على جسمه. راحوا ما قطعوا راس الحر. عشيرة الحر حتى يطلعون جسد الحر من المعمعة اخذوا ارض 6 كيلومترات فرسخ، الان موجود قبر الطاهر، ودوه هناك يدفنوه. لما شالوا من ارض المعركة، تصور مخيم الحسين هنا، ارض المعركة هنا، هناك الطريق اللي دافنين الحر. لما شالوا جسد الحر مروا على خيام بنات رسول الله. السيدة زينب سلام الله عليها واقفة تشوف، شافت جسد بطل بس راسه ما مقطوع، شايليه أهله يودوه لا اله الا الله لا اله الا الله. سألت: من هذا؟ جاري للسيدة زينب قالت لها: سيدتي هذا نعش الحر ابن يزيد الرياحي.
أرادوا قطع رأسه، ولكن عشيرته دافعت عنه. جلست زينب على التراب، أخذت تحت التراب على رأسها، وويلاه وحسينا العشيرة جابت بحر الظهيرة، العشيرة شالت بحر الظهيرة، كل منهم علي شالت الغيرة. وينكم يا اهل الغيرة؟ بس ظلوا الماعدهم بس لحسين ما ظلوا عشيرة. ويلي هذا الرمح بفادة ثنة، وهذا البيه لأن الشعب رنا. الله يرحم الشيخ محمد بن نصار مبدع بهاي الابيات. وهذا الخيل صدر رضرض، والله هذا الخيل صدر رضرض، هذا وذاك بالهند يموذر. اي وعلى الانصار يا قلبي، اي تفطأ. وقف امامنا غريبا وحيدا بين الاعداء، رفع صوته وغربته وقلة ناصرا، هل من ناصر ينصرنا؟ في قلبك قول سيدي أبا عبد الله عيناك مولاي، لبيك سيدي يا أبا عبد الله، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ وقف ما لعضيد حسين. ان شاء الله كلكم ان شاء الله انصار الحسين، اريدك ترفع صوتك وتساعدني توصل صوتك الى كربلاء. وقف ما لعضيد حسين يا انصار، ما شاء الله ما شاء الله، اكو ملائكة توصل هاي الاصوات الان الى ضريح الحسين. سيدي ابا عبد الله اشهد. وقف ما لعضيد حسين يا نصار، ابين صفوف الوف يصيح. انتو انصار الحسين، بين صفوف الوف يصيح يا والله عقب عيناكم الما يصير ينصر، عقب عيناكم الما يصير ينصر. صار علي والحرم تمشي سبيا، اي علي والحرم تمشي، اي سبيا. يا الله، كل واحد من
آثار الحسين باب الحوائج. أنا أوديكم إلى أبواب الحوائج هذه الليلة. ارفعوا أيديكم إلى السماء، توسلوا إلى الله بأنصار الحسين. إن شاء الله الحوائج مقضية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، رحم الله هذه الأصوات والعبرات. المستشهدين بين يدي الحسين، ارفعوا ايديكم نحو السماء عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم ارحمه فردا فردا يا حوائجكم من الله قبل إكمال الأيدي. لا تنزل إيدك، اطلب اطلب. ها ليلة الجمعة ليلة قضاء الحوائج، كل أمل باستجابة الدعاء يرحمكم الله فردا فردا. يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الحسين، اللهم اكتبنا جميعا من أنصار الحسين، اللهم العن واخذل من حارب الحسين، اللهم اشفي مرضانا، آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اللهم احشرنا جميعا مع أنصار الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك. توجهوا نحو كربلاء ليلة الجمعة زيارة الحسين، ارفع يدك اليمنى بايع جدد البيع مع الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك محمد المصطفى، صلى الله عليك وعلى أبيك علي المرتضى، صلى الله عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء، صلى الله عليك وعلى أخيك الحسن المجتبى، صلى الله عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك النجبى، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك في كربلاء ليلة الجمعة. ارفع صوتك، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
لله ورحمة الله وبركاته. ليلة الجمعة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.